من أسباب حسن الخاتمة التوبة، أن المرء إذا فعل معصية تاب، لأنك لا تدري، ربما لا يجعل لك الموت وقتا لتتوب، ربما يفجأك الموت وأنت على معصيتك. كم من إنسان مات وهو يشرب الخمر، كم من إنسان مات وهو عاق لوالديه أو مقاطع لأرحامه، كم من إنسان مات وهو يسرق، دخل إلى بيت ناس ليسرق فقتل ومات، ويبعث يوم القيامة أحدكم على ما مات عليه. ربما يموت الإنسان وهو على معصية أو على فجور أو على اعتداء، أو يموت وهو قاطع لرحمه، أعوذ بالله أن تلقى الله وأنت كذلك.